اهلا وسهلا، صباح الخير، الله يطول لي عمرك. اهلا وسهلا بكم متابعينا في هذا البث المباشر. من قلب مدينة سطاش غادي نكملوا المواكبة ديالتنا في هذه الحملة. يعني متابعي مجال 24 هنا في حملة تحسيسية للحد من انتشار فيروس كورونا، فكيف ما كنعرفوا تأملا مع اقتراب الشهر الكريم اللي هو رمضان بطبيعة الحال تكثر بعض الأنشطة الاقتصادية، ولابد من المراقبة الصارمة من أجل احترام التدابير الاحترازية. Thank you.
متابعي مجال 24 حنا كنتواجدو حاليا بالزنقه الذهبيه. هذا المكان فهو كيتعرف اكثر اكتظاظ وكيعرف واحد الحركه اقتصاديه يعني بشكل كبير كيفما هو مبين على هذه الصور ومن خلال مرور السلطات المحليه للمراقبه المحلات واش كتختار مسافه الامان واش كاين وسائل التعقيم واش كيرتديو الكمامات. وفي نفس الوقت فكنشوفوا هنا يعني تدخلات في حق يعني محتلي الملك
العمومي، فالمواكبة ديالتنا ما زالت مستمرة من بالضبط في زنقة الذهبية دوما بمدينة طات رفقة السيد رئيس الدائرة الأول وسيد القائد المحافظة الإدارية الأولى وسيد القائد المحافظة الإدارية الثانية رفقة أعوان السلطة وعناصر الأمن الوطني، وفي نفس الوقت هناك الشرطة الإدارية وفعالية المجتمع المدني هي تساهم بدورها في إطار الحملات التحسيسية. Thank you.
متابعي مجلة 24 أجدد التذكار، فهذه حملة من أجل المراقبة الصارمة لاحترام التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا. سكان مدينة ستاد الأعزاء،
كمان السلطات الحاليه في كاستاس من الاجراءات التدابير الخاصه لمكافحه انتشار جائحه كورونا على مدار السنه. كما يخليكم يلزم ابتداء الكمامه والحفاظ على مسافه تباعد وكذلك الحرص على نظافه اليدين وتجنب المصافحه ولمس المواد غير المضره. ابقوا مجموعه متحملين وحاضرين حتى نتخلوا على هذا المرض كامل. أيها المواطنين، أيتها المواطنات، سكان مدينة ستاد الأعزاء، كتب السلطات المحلية سكان ستاد بالإجراءات والتدابير الخاصة لمكافحة انتشار جائحة كورونا على مدار السنة. كما يخليكم يلزمهم ابتداء الكمامات اخوان. فينا عون السلطه دي يا اخويا الباب هذا
هاد متابعينا يعني كنشدوا اغلاق مقهى اللي كانت مخدمه يعني مباراه ديال كره القدم وما محترماش حتى التباعد الاجتماعي كما كتشوفوا معايا. فانا الكرسي كذا كرسي وهذا هو اللي يعني مخالف للقانون، ما كاينش مسافه التباعد الاجتماعي. على خير ما تتقهوها لي، راه كتخدم دابا الاحترافيه ما تحمسوا لي ديالك، القهوه خصها تسد من دابا. اخوان ديال الجماعه المحضر ديال السلطه الالهيه في الليل. المعلومات المعلومات صافي شوف غتصيب له قرار ابتداء من اليوم من الان سد القهوه دابا. سلام شريف مازال الوقت سد القهوه صافي صافي. واش بغيتي ديك واحد الوكيل ما يقدرش معاك؟ صافي خويا خدام معلومات دابا نتبنى لك كوميساريه. علاش غادي لك كوميساريه؟ محضر مختلف صافي يا صاحبي. لا خصك صحيح. علاش؟ باش ما تسماش كالبوليس حاجه ما حقاش. علاش؟ ما محتار التدابير الاحترازيه كتعرض حياه المواطنين للخطر. هذا هو علاش؟ هذا هو علاش؟ لا 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 دخل القهوه مرحبا الوالد يلا يلا داكشي اللي كاين سيد الرئيس. وسيف ما تخليش ليش تجمعوا، دير لهم النوبه الصف. هادشي اللي كنعرفو لك السيد الرئيس. الله يرحم الوالدين. الله العظيم. صافي نعم سيدي. هي اللي ما تعاودش. بشير صافي مرزية لعود.